المتحدث باسم القوة الوطنية المتحركة سليم قشوط، ورحب بك بداية سيد سليم. سيد سليم، حدثنا عن آخر التطورات العسكرية بصفة عامة. تحية طيبة لك أخي الكريم، وتحية طيبة لكم المشاهدين وكذلك ضيوفي الكرام. نعم، يمكن الحديث عن الوضع الميداني العسكري جنوب العاصمة منذ 72 ساعة بعد الحرب الدامية التي كانت بين القوات الوفاق الوطني وميليشيات حزب الإرهابي في العزيزية والرملة وكذلك صلاح الدين. الحمد لله بعد هدوء نسبي على بعض المحاور، ما عدا محور عنزارة الذي كان فيه اشتباكات قوية، والحمد لله تمكن قوات الوفاق الوطني من السيطرة على تمركزات جديدة. اليوم شهدت محاور قتال هدوء نسبي في بعض محاورها، لأن العدو من كثر القتل التي قد مكنته قوات الوفاق الوطني في صفوفه من جنجويد ومصريين وكذلك من المنطقة الشرقية، صب جباب الغضب على مطار ماتيزا وسوق الجمعة بوابل من صواريخ الجراد التي صواريخ العمياء التي تسقط أينما يكون، وهو لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، ليس إلا أن يدمر البنية التحتية ورد فعل على التي خسروها في أثناء 72 ساعة الأسر. أشكرك سيد سليم قشوط المتحدث باسم القوة الوطنية المتحركة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.